مساء الخير للجميع، الله يسعد لي مساكم. أخبار هولندا أصدقائي، الخبر هون: مئات اللاجئين ينامون في الخارج بسبب امتلاء مركز إير أبل حسب مكاتبين بالأخبار. طبعا الخبر هون لتفاصيل، فيكم تروحوا وتشوفوا كل التفاصيل. الخبر الثاني أصدقائي: الكنترول الهولندي يلقي القبض على امرأة تستلم المساعدات الاجتماعية الأوتكيرينج. طبعا هي كانت تأخذ مساعدة اجتماعية من 2016 لحد اليوم، راحوا لعندها كنترول البلدية والكنترول الهولندي، يعني كبسة ما بعرف كيف عرفوا، إخبارية أو شيء، راحوا لعندها. والصراحة يعني المرأة مو مقصرة، لقوا مع 135 ألف يورو ممتلكات فاخرة، لقوا مع ذهب، يعني حوالها فوق الريح ما شاء الله، وعلى الأساس هي على الأوت كيرينج وما عم تشتغلوا لأنه ما في شغل بهولندا. طبعا هنا سألوها أنه أنت من وين كل هالأمور هاي؟ قال أنا كانوا عندي أصدقاء كتير وقريبيني كانوا يجوني هدايا من هدول الأشياء اللي عندي بالبيت، فعرفوا أنه عم تضحك عليهم أنه عم تكذب، فهلا غرموها بقي من 2016 لحد اليوم ترجع كل شيء أخذته من البلدية كأوت كيرينج، وصدروا له الممتلكات الفاخرة على أساس. وطبعا عرفوا أنه كانت عم تشتغل بالأسود، عم يجيها مصاري من حوالات، عم تتعامل بالمصاري وإلى آخره، عم تقبض بطرق غير نظامية، يعني كله بالأسود غير الأوت كيرينج يلي عم تاخده من البلدية. طبعا أصدقائي هم مدينة دلفت الهولندية، و عشان هيك أنا عم قلكم أصدقائي لا حدا يشتغل بالأسود، لأنه إذا حطوا ببالهم شخص فرح يراقبوه ويكشفوه ورح يصير في عليه عواقب كبيرة الصراحة. فانتبهوا كتير منيح للناس اللي على الأوت كيرينج وعم تشتغل بالأسود أو حابة تشتغل بالأسود. لا أصدقائي انتبهوا كتير منيح من هاي الشغلة. تحياتي للجميع، الله يسعد لي أوقاتكم. لهون قص الفيديو، اشتركوا بالقناة على اليوتيوب باسم باسل ستار. يلي عنده أي سؤال استفسار بيتأهل وسهلا بتراسلوني على الانستغرام باسم باسل ستار كمان. وتحياتي لجميع، رح اذكر ثلاث أسماء كالعادة: أم ميرنا، رشا أبو خميس، وغسان شيرازي. كل تحية لكم كل متابعين، ويسعد لي وقتكم.